عسلامة، مرحبا بكم في وصفة في دبارة اليوم. بالنسبة لليوم أنا عملت شوربة شعير كما قاعدين تراو بالعلوش، عملت معها طاجين وعملت معها جلبانة. هذا بالنسبة للشوربة، ما زالت كيف حضرت. حطيت فيها اليوم شوية كعبات جلبانة، حطيت فول وحطيت عدس وفيها المعدنوس، ريحتها فيه وبنينة برشا. وكيف تطيب وتحضر كيف ما هكي، نحط فيها شوية نعناع. انتم تنجموا تحطوا النعناع الشايح إذا كنت تحبوه، أنا عندي النعناع أخضر، نحط بالأوراق كبار في وسطها وهي سخونة ومن بعد نحيهم جوست باش تطيب لي مطعم بنين وأكحاب. الجلبانة بتاعي قاعدة تحضر كيف عملتها بالعلوش بشوية كلوة، وهكا حطيت فيها جراين فلفل خاطر قيد ما طفي عليها. وهذا هو تاجين بتاعي، تاجين جبن عملته في القوالب هذوما بتاع اللازانيا، عملت زوز. قصيت البطاطا قليتها، قصيتها جويدة قليتها، قصيت المعدنوس، حطيت معاها شوية فرماج، حطيت العظم وخلطت، فوحت بشوية فلفل أكحل وشوية ملح، والفرماج حطيت فيها شوية جرويير. تنجموا تحطوا موتزاريلا إذا كان تحبوا، سينا تحطوا فيها شوية فرماج راكبي وكهو، وتحطوا في الفرن. زيدوها باكو خميرة متاع جاتو باش يجينا مزيان ويطلع لنا شوية. هذا هو التاجين بتاعنا اليوم، عملت معهم سلايطه. ان شاء الله تكون عجبتكم الدباره، واذا كان عاجبينكم لي فيديو ما تنساوش تدعموني بلايك للفيديو. العباد الجديده في القناه نتاعي تضغط على كلمه سابوني هكاك كل ما، وتضغط على الجرس كل ما نهبط فيديو جديد تلقاو يجيكم نوتيفيكاسيون. كيف كل يوم مع كل دباره نهبط لكم الدعاء نتاعنا.